أهلا بكم، أطيب التمنيات بعام سعيد من تلفزيون لبنان، مع الأمل بأن ينعم اللبنانيون في السنة الجديدة براحة البال وتبدل الأحوال ووقف الحرب في غزة وتداعياتها الخطرة على البلاد خصوصا في الجنوب، مع الانتهاك الصارخ للقرار 1701 من قبل العدو الإسرائيلي. في الجنوب ومنذ الصباح استأنف العدو قصفه المدفعي وغاراته، أما في غزة ومع أول دقيقة من العام الجديد ودخول العدوان الإسرائيلي على غزة ليومه 87، قصفت كتائب القسام الجناح العسكري تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز M90 ردا على المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، فيما سجلت اشتباكات ضارية في خان يونس. بداية النشرة من الاحتفالات بالعام 2024 من حول العالم. العالم احتفل بالسنة الجديدة في نيويورك، تجمع الألاف من المحتفلين في ساحة تايم سكوير لأكثر من 12 ساعة وصاحوا ترحيبا بالعام الجديد وهم يتابعون كرة الكريستال الشهيرة تنزلق إذانا ببدء العام الجديد، وذلك على مدار دقيقة. لندن استقبلت العام الجديد بقرع جرس ساعة بيج بن الشهيرة في برج ويستمنستر وألعاب نارية وعرض لأبرز الأخبار التي تضمنت تتويج الملك تشارلز. في جادة الشانزليزيه الشهيرة احتفالية مميزة وألعاب نارية متنوعة في العاصمة الفرنسية. الاحتفالات بالعام الجديد عمت برلين وأثينا وموسكو. أمريكا الجنوبية احتفلت في الشوارع وعلى الشواطئ ما بين المدن البرازيلية وشاطئ أكابولكو المكسيكي. دول الخليج تميزت احتفالاتها بالحفلات الغنائية البارزة والألعاب النارية المميزة خصوصا في الدوحة ودبي. وبعدما كانت الكرة الأرضية انطلقت من احتفالاتها من نيوزيلندا وأستراليا، انتقلت الاحتفالات إلى تايوان والصين والكوريتين وتايلاند. أمل قداسة البابا فرانسيس خلال القداس الإلهي بمناسبة اليوم العالمي للسلام في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان أن يتم البحث دائما عن درب الحوار للتغلب على الصعوبات، وأضاف: لن ننسى أوكرانيا وفلسطين وإسرائيل الذين يعيشون في حالة حرب، ولنصلي جميعنا معا لكي يحل السلام. E alle donne per trovare la pace, per uscire dalle spirali della violenza e dell'odio e tornare ad avere sguardi umani e cuori che vedono. E ogni società ha bisogno di accogliere il dono della donna, di ogni donna. العدو الإسرائيلي استهدف منذ قليل منزلا في منطقة بئر المصلبيات في الجنوب، وحزب الله يؤكد استشهاد موسى حسن شيط وجهاد موسى شيط وحسين أحمد يحيى جراء العدوان الإسرائيلي، وجميعهم من بلدة كفر كلا. يتابع العدو الإسرائيلي استهدافه للأراضي اللبنانية، حيث استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي مساء اليوم حرب مستشفى ميس الجبل الحكومي، فسقطت قذيفة في موقف السيارات التابع للمستشفى قرب السور، حيث أدت إلى تطاير الشظايا ووصلت إلى داخل قسم الطوارئ وحالة العناية الإلهية دون وقوع إصابات في صفوف الطاقم الطبي والتمريضي المناوب. كما أغارت طائرة مسيرة معادية بين المنازل في بلدة كفركلا الحدودية، وأطلق الطيران المعادي صاروخين باتجاه
باتجاه أحراج منطقة اللبوني جنوب بلدة النقورة. العدو الإسرائيلي استهدف منزلا في مارون الراس من دون تسجيل إصابات بعدما تعرضت بلدة مارون الراس وأطراف بلدة طير حرفة لقصف مدفعي معاد، كما حلق الطيران المعادي فوق مدينة الهرمل وقرى القضاء وفوق القطاعين الغربي والأوسط. العدو الإسرائيلي رفع منطادا تجسسيا فوق تلة الغضاين في خراج ظهيرة قبالة موقع للجيش اللبناني في جنوب لبنان، وردا على الاعتداءات الإسرائيلية استهدف حزب الله موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابة مباشرة. وفي الإطار نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي زعمه أنه لا يسمح للوضع على الجبهة اللبنانية بالاستمرار، واصفا الستة أشهر المقبلة بالحرجة، ملمحا إلى أن بعض القوات التي انسحبت من غزة ستكون مستعدة للتناوب على الحدود الشمالية مع لبنان. قائد الجيش تفقد فوج التدخل الخامس في كفردونين والتقى وزير الجيوش الفرنسية. تفقد قائد الجيش العماد جوزيف عون قيادة فوج التدخل الخامس في كفردونين، حيث اطلع على المهمات المنفذة في سياق التطورات عند الحدود الجنوبية، كما التقى الضباط والعسكريين وقدم لهم العزاء بالرقيب عبد الكريم المقداد الذي استشهد جراء تعرض مركز عسكري تابع للجيش في العديسة في الجنوب للقصف من قبل العدو الإسرائيلي، إلى جانب إصابة عدد من العسكريين. واعتبر أن صمود عناصر الفوج وسائر الوحدات المنتشرة في الجنوب أمام التحديات الراهنة مهم لأبناء المنطقة، مشيدا بتضحياتهم ولافتا إلى أن تفانيهم مع رفاقهم في أداء مهامهم طمأن اللبنانيين خلال الأعياد. بعدها انتقل إلى قيادة وحدة احتياط قائد اليونيفيل في دير كيفا، حيث التقى وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنيو الذي كان في زيارة للوحدة، ونوه العماد عون بجهود عناصر الوحدة وسائر عناصر اليونيفيل واحترافهم وتضحياتهم في أداء الواجب، مشددا على أهمية التعاون بين الجيش واليونيفيل ضمن إطار القرار 1701، بخاصة خلال الظروف الاستثنائية الحالية. كتائب القسام تسيطر على مسيرة إسرائيلية في بيت حانون شمال قطاع غزة. تزامنا مع حلول العام الجديد صباح الاثنين، استهدف جنوب الكيان الإسرائيلي وتحديدا تل أبيب بصواريخ عدة أطلقت من قطاع غزة، حيث دوت صفارات الأنذار في المدينة وسارع أشخاص كانوا يحتفلون بالعام الجديد في أحد الشوارع إلى الاحتماء. كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت عن مسؤوليتها في شريط فيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها استخدمت صواريخ M90 ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين. هذا وأعلنت كتائب القسام أنها سيطرت على طائرة مسيرة من نوع درون كانت في مهمة استخباراتية لجيش الاحتلال في بيت حانون شمال قطاع غزة. كما فجرت الكتائب فوهة نفق بعدد من جنود الاحتلال على جبل الريش شرق حي التفاح في مدينة غزة، موقعة جنود الاحتلال بين قتيل وجريح. كتائب القسام أعلنت أيضا أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عين نفق مفخخة في قوة صهيونية راجلة في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح. كما أعلنت القسام عن تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا بعد أن تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس. وقد صرح ضباط من جيش الاحتلال أن إطلاق قذائف هاون من غزة لن يتوقف بانتهاء الحرب. على صعيد آخر، أشار المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة مخلفة 156 شهيدا و246 إصابة في خلال 24 ساعة الماضية، لافتا إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان إلى أكثر من 21,978 شهيدا وأكثر من 57,697 مصابا، كما أفاد عن استشهاد 326 من الكوادر الصحية وتدمير 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة. ولفت إلى أن الاحتلال تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية وأخرج 30 مستشفى عن الخدمة، مؤكدا أن الاحتلال مستمر في اعتقال 99 من الكوادر الصحية في ظروف غير إنسانية. وفي جديد التطورات لجهة أي هدنة مرتقبة، ذكرت مصادر مطلعة للشرق أنه من المقرر أن يصل وفدا أمنيا إسرائيليا إلى العاصمة المصرية القاهرة قريبا لبحث مرحلة
مرحلة جديدة من تبادل الأسرى مع حركة حماس. المفاوضات تتركز على أن تطلق الحركة سراح 40 أسيرا إسرائيليا من كبار السن، المرضى، المصابين والنساء والقصر، ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما، مقابل إطلاق سراح بضع مئات من الأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار بصورة كاملة في قطاع غزة لفترة تتراوح ما بين 21 و30 يوما. كما تبحث المفاوضات وفق المصادر انسحاب وحدات من جيش العدو الإسرائيلي من قلب قطاع غزة إلى الحدود، وزيادة كميات المواد الغذائية والوقود والدواء التي تدخل إلى القطاع، وعودة أعداد من النازحين إلى مناطقهم في شمال القطاع. وأضافت المصادر إلى أن هذه الجولة يعقبها مفاوضات على صفقة شاملة لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين. أطفال غزة يشتاقون لبيوتهم وألعابهم وضحكات أمهاتهم وأصدقائهم الذين قضوا في الحرب. يدفع الأطفال في قطاع غزة ثمنا باهظا من أرواحهم ومعنوياتهم جراء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ 87 يوما دون أي اعتبار لقوانين دولية أو قرارات أممية. وتبدو أحلام الأطفال واحدة وبسيطة جدا، وتمثل أبسط حقوقهم التي نصت عليها القوانين الدولية. وهنا يبقى السؤال، هل يمكن أن تتحقق هذه الأحلام في ظل المأساة التي يعيشها القطاع؟ 2024 خلص الحرب، احكوا يا رب آمين يا رب آمين. كانت أسوأ عام شفتها في حياتي، مر فيها الحرب، مر فيها كتير أشياء سيئة، خصوصا مرت فيها الحرب وجا عيد ميلادي بالحرب، ويجا كل عيد ميلاد أخويا الصغير كمان في الحرب. وحسبي الله ونعم الوكيل في اليهود اللي هجرونا ووصلونا لهيك وهدموا بيوتنا. إن شاء الله يعني بتمنى أنا ب 2024 إني بشهر 1/1 أحلم إني أكون بحلم أصحب بيتي ب 1/1 أصحب بيتي، تخلص الحرب، تكون نهائي، تخلص الحرب، تخلص المعاناة اللي إحنا فيها، المأساة، يعني ترجع هذا كل يرجع كل إشي، نرجع بيوتنا، إنه نصير هذا حلم. كل يوم بنصحى نحكي يا رب يكون هذا حلم، يعني يكون كابوس فينا، بس مع الأسف يعني بيكون حقيقة، هاي حقيقة مرة. عام 24 إنه أنا ما أموتش، لا لا في حمام ولا في أكل ولا في شرب، الطفولة راحت. نتمنى يا رب تخلص الحرب على خير، والزوال تبطل فيه احتلال في فلسطين، يصير بلادنا لحالنا، أرضينا لحالنا، كل واحد يرجع بلده الأصلية. في ختام العام 2023 وفي أول أيام العام الجديد، تظاهرات تضامنية بالآلاف دعما للشعب الفلسطيني. في أول أيام العام الجديد شهدت مدينة اسطنبول التركية تظاهرة تضامنية شارك فيها الآلاف دعما للشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة المحاصر وتنديدا بحرب الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. يأتي ذلك استجابة إلى دعوة كان قد أطلقتها ائتلافات ومنظمات تركية للخروج في مسيرات من المساجد التاريخية الكبرى في المدينة باتجاه جسر غلاطة لتدشين العام الجديد بصرخة غضب ضد الاحتلال الإسرائيلي. قبل ذلك شهدت الساعات الأخيرة من عام 2023 تظاهرات في ساحة الشهداء وسط بيروت تضامنا مع قطاع غزة وللضغط لوقف الإبادة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي. والمشهد نفسه تكرر في الأردن، حيث ندد المشاركون في المسيرة التضامنية بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، رافعين لافتات تؤكد رفض العدوان واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ ودور العبادة والمدارس والمستشفيات. أما في وسط نيويورك فقد طلب المتظاهرون ومعظمهم من الشباب ومن خلفيات متنوعة، متوشحين الكوفية وملوحين بالأعلام الفلسطينية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحرير فلسطين ووقف الإبادة الجماعية. There is only one solution.
حركت طهران مدمرة وسفينة حربية نحو البحر الأحمر لتتمركز قرب مضيق باب المندب، وذلك غداة اشتباك بحري أمريكي حوثي غربي الحديدة. وأفادت وكالة مهر الإيرانية شبه رسمية للأنباء في تغريدة على حسابها على منصة إكس بأن المدمرة الإيرانية القطرية تقترب من مضيق باب المندب في البحر الأحمر، وأضافت أن سفينة بوشهر العسكرية ترافق المدمرة للتمركز قرب مضيق باب المندب. وكانت قناة ABC الإخبارية الأمريكية قد أفادت بأن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد ستغادر منطقة الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، ورجحت القناة أن تكون مغادرة القطعة البحرية الحربية الأكبر في العالم تعبيرا عن الاستياء الأمريكي من حكومة بنيامين نتنياهو. وتعد جيرالد فورد أحدث وأكبر حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية، وكانت تقترب من نهاية أول انتشار عمليات عندما أعيد توجيهها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط في اليوم التالي لهجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 من تشرين الأول الماضي. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن استهدافها بطائرة مسيرة القاعدة الأمريكية بمدينة الشداد جنوب الحسكة في سوريا. نتابع النشرة بعد الفاصل. نداء من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال ترأسه قداس رأس السنة في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي حتى لا يموت لبنان. الراعي الذي ذكر بالنظام السياسي المميز للبنان ميثاق العيش المشترك في الوحدة، ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وحياة لبنان هو هويته الأساسية والجوهرية، انتقد اشتراط انتخاب الرئيس بوقف النار النهائي في غزة. وقال البطريرك الماروني: من واجب المجلس النيابي إذا كان سيد نفسه أن ينعقد وينتخب رئيسا للجمهورية. حياة لبنان وهو هويته الأساسية والجوهرية التي تمكنه من عيش رسالته في بيئته العربية، إن حياده عن الصراعات الإقليمية والدولية هو في صلب ميثاق 1943 وميثاق جامعة الدول العربية وسياسة لبنان الخارجية منذ 43، وهو في كل قرارات الأمم المتحدة الحياد وكل البيانات الوزارية منذ الاستقلال، عدم انتخاب رئيس للجمهورية والتحجج بأسباب واهية غير مقبولة. وقد سمعنا مؤخرا من يشترط لانتخاب الرئيس وقف النار النهائي في غزة، وشي عظيم. وهذا أمر مدان وغير مقبول، هذا الربط، هذا الشرط غير مقبول ومدان على الإطلاق. ونكرر أن من واجب المجلس النيابي إذا كان سيد نفسه أن ينعقد وينتخب رئيسا للجمهورية، فالمرشحون معروفون وممتازون. أما ماذا يخبئ المعطلون فبات واضحا من نتيجة الممارسة في ظل هذا الفراغ. إخوتي أخواتي، نصلي إلى الله لكي يغلب نوايا الحرب والشر والقتل والدمار والتعطيل بسلامه الذي يبقى الأقوى، لأن السلام هو أنت يا رب.
متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي وخلال ترأسه خدمة القداس الإلهي في كاتدرائية القديس جورجوس في ساحة النجمة سأل عندما أراد مجلس النواب تمديد مدة خدمة قائد الجيش حفاظا على المؤسسة العسكرية وعلى الاستقرار الأمني اجتمع وصوت ونجح فيما أراد، فلما لا يقرر هذا المجلس انتخاب رئيسا من أجل استقرار البلد بكامله؟ المطران عودي رفع أيضا الصلاة من أجل إخوتنا في القرى الجنوبية وفي فلسطين المحتلة. أما الطامة الكبرى في هذا البلد فهي الاعتياد على الفراغ في موقع الرئاسة الذي يتأصل عام بعد عام، وغياب مسؤول مطيع لدستور بلاده. فعندما أراد مجلس النواب تمديد مدة خدمة قائد الجيش حفاظا على المؤسسة العسكرية وعلى الاستقرار الأمني اجتمع وصوت ونجح فيما أراد، فلما لا يقرر هذا المجلس انتخاب رئيس ويجتمع وينتخب رئيسا للبلاد من أجل استقرار البلد بكامله ومن أجل ملء كل شغور وتسيير عمل كل إدارة؟ هذا يعني أن لا إرادة في ذلك، وإلا لكان لنا رئيس منذ أكثر من سنة في الموعد الذي يحدده الدستور يحفظ الاستقرار السياسي، فعوض اللجوء إلى حلول مجتزأة أو مؤقتة يهرع إليها عند كل شغور في مركز أو إدارة. كما نصلي من أجل إخوتنا في القرى الجنوبية وفي فلسطين الذين ما زالوا تحت القصف واللا إنسانية سائلين لهم السلام. وفي هذا العيد لا يمكننا إلا أن نتذكر ضحايا تفجير مرفأ بيروت وذويهم وجميع الذين أصيبوا في أجسادهم أو ممتلكاتهم ولم يحصلوا بعد على العدالة الواجبة تجاههم وتجاه بيروت، لأن السلطة السياسية وسلطة الأحزاب والزعامات أقوى من سلطة القضاء المقموع من هذه الزعامات والأحزاب. كتب رئيس تيار المردة النائب فيصل كرامي في الذكرى التاسعة لرحيل الرئيس عمر كرامي عبر منصة إكس سائلا هل هي ذكرى الغياب أم ذكرى الحضور؟ لقد أوصل اللبنانيون وطنهم إلى الانهيار، وهذا ما توقعته يا أبي وحذرت منه ودفعت في سبيل ما تؤمن به أغلى الأثمان. وتابع ها هو حلمك يا عمر كرامي يتحقق في فلسطين الحبيبة، ها هي الأرض تلفظ الغاصب والمحتل بالقوة بالمقاومة بالصمود وبدماء الأبرياء. وختم إنه طوفان الأقصى يا عمر كرامي الذي لطالما آمنت بأنه آت يوما. وزعت السفارة الفرنسية في لبنان رسالة تهنئة من السفير هيرفي ماجرو لمناسبة العام الجديد 2024، أكد فيها أن فرنسا ستواصل وستظل تواصل بذل الجهود مع الشركاء الدوليين لتقديم دعم مشترك للبنان، وهذا ما يعبر عنه حاليا من خلال أعمال المجموعة الخماسية بشكل خاص، ويهدف هذا الالتزام أخيرا إلى مساعدة الشعب اللبناني على مواجهة الصعاب التي يصادفها كل يوم وإلى التحضير معا لنهوض البلاد. وأضاف ماجرو سنكون أيضا إلى جانبكم لدعم التعافي الاقتصادي الذي يتعين على السلطات اللبنانية المستقبلية أن تعكف عليها. وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار جال في الجنوب والمنطقة الحدودية، فزار مطرانية الروم الأرثوذكس في جديدة مرجعيون وبلدات القليعة، رميش، عين إبل، صور،
حنين حجار وعد بتسليم المساعدات في القريب العاجل وبإطلاق 5 سيارات نقالة في كل الجنوب من أجل الدعم النفسي ابتداء من يوم الخميس في 4 من الحالية. اسمح هذه الزيارة سريعا لأن الأمور تفاقمت من أيام الأخيرة وواجباتنا أنه اليوم نضخ أكثر لأهل الصنبين، لأنه في أهل الصنبين بجنوب نحن بحاجة ندخلهم، لأهل اللي تركوا في عنا لمطرحين تركوا، وهذه كمان أنا بقولها أنا أسمعها وتسمعوا المسؤولين، تركوا على مراكز إيواء وهن عددهم قليل. رسائل سياسية تم توجيهها من زعماء العالم بمناسبة السنة الجديدة. مجموعة من الرسائل السياسية العالمية تم توجيهها لمناسبة السنة الجديدة، فقد شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وحدة بلاده في رسالة قصيرة صارمة لم تتضمن سوى إشارة عابرة إلى الحرب. بوتين الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية في أذار وصف الجنود الروس بأنهم أبطال ولم يذكر أوكرانيا بالاسم ولا مصطلح العملية العسكرية الخاصة الذي أطلقه على غزو أوكرانيا في شباط 2022. وقال بوتين في كلمة: لقد أثبتنا أكثر من مرة أنه يمكننا أن نحل أصعب المشكلات ولن نتراجع أبدا، نحن دولة موحدة وعائلة كبيرة. أما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فأشاد بصمود شعبه في أوقات إراقة الدماء وذكر كلمة الحرب 14 مرة في خطاب مدته 20 دقيقة، وقال: بغض النظر عن عدد الصواريخ التي يطلقها العدو سنواصل النهوض. الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا القادة العسكريين في البلاد إلى حشد أقوى الوسائل لتدمير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إذا اختارتا المواجهة العسكرية. أما الرئيس الصيني شي جين بينغ تبادل التهاني مع نظيريه الكوري الشمالي والروسي ومع الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة مرور 45 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة. بدوره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهد بأن يكون عام 2024 هو عام الفخر والأمل للفرنسيين مع استعداد البلاد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام بعد تعرضها لحريق مدمر. بموازاة هجوم استهدف البنية التحتية لميناء أوديسا احتفالات العام الجديد تغيب للسنة الثانية في كييف بسبب الحرب. وسط ختام عاصف للعام 2023 واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا غابت احتفالات العام الجديد للسنة التالية في كييف واستمر حظر التجوال ليلة رأس السنة في كامل أوكرانيا. بموازاة ذلك أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 90 طائرة مسيرة هجومية وأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 87 طائرة منها. كما أشار الجيش الأوكراني إلى أن هجوما روسيا بطائرات مسيرة على أوديسا استهدف البنية التحتية للميناء. إلى ذلك أشارت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف أنه عثر على 5 جثث أخرى تحت الأنقاض بعد الهجمات الجوية الروسية المكثفة على المدينة قبل 3 أيام. بعد وقوع زلزال قوي في اليابان تحذيرات من التسونامي لمقاطعات في اليابان ومدن في روسيا ودعوات للسكان بالإخلاء الفوري. ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.5 درجات وموجة مد عاتية تسونامي وسط اليابان والساحل الغربي للبلاد اليوم، مما أدى إلى صدور تحذيرات للسكان للإخلاء وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل وتعطل الرحلات الجوية وخدمات السكك الحديدية في المناطق المتضررة.
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أشار إلى أن السلطات لا تزال تقيم حجم الأضرار ويتعين على السكان الاستعداد لأي هزات أخرى، كما حث سكان المناطق التي من المتوقع أن تتعرض لموجة تسونامي على الإخلاء في أقرب وقت ممكن. شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية أعلنت أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 36 ألف منزل في مقاطعتي إيشيكاوا وتوياما، وتم تعليق خدمات السكك الحديدية عالية السرعة القادمة إلى إيشيكاوا وإلغاء معظم الرحلات الجوية إلى نيجاتا وإيشيكاوا، فيما أعلنت شركات سوفت بونك وكي دي دي اي للاتصالات عبر موقعهما على الإنترنت عن تعطل خدمات الهاتف والإنترنت في إيشيكاوا ونيجاتا. وأعلنت هيئة تنظيم الأنشطة النووية في اليابان أنه لم يتم تأكيد أي خلل في محطات الطاقة النووية على طول بحر اليابان، بما في ذلك 5 مفاعلات نشطة في محطتي أوهي وتاكاهاما. وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات لمقاطعات إيشيكاوا ونيجاتا وتوياما الساحلية من وقوع موجات تسونامي، كما أصدرت روسيا تحذيرات من حدوث موجات تسونامي في مدينتي فلاديفوستوك وناخوتكا والواقعة على الساحل الروسي على المحيط الهادئ، والتي هي معرضة لخطر حدوث موجات مد عاتية تسونامي. نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.